طلبوا التسخير لهاد اصحاب الوعده وهاد الشباب اللي احنا نتمنوا يحافظوا على الموروث الثقافي، خاطرش رانا نشوفوا الشاب راه عزوف لهاد الهوايه. ومن هذا المنبر نحطوا الشباب نقول لهم والاباء نزلوا الاطفال الابناء تاعكم لهذا الموروث الثقافي ان شاء الله. السنوات الماضيه كادت ان تنظهر لعده اسباب، والان احياء هذه الوعده حيث انه شارك في هذه الوعده نوكل الطعام وفيها الفروسيه وفيها وكذلك احياء التراث الوطني والخاص بولايه النعامه. درا من بكري ندوها من الاول ماشي غير اليوم وندلو بها، يجي الناس هنا دير فيها الطعام والغاشي يطعموا في سبيل الله، اللي جا من طرفان ياكل كي الاول كي التالي كي